أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 5000 خدمة طبية لمرضى أنيميا البحر المتوسط الثلاسيميا المترددين على مستشفيات الوزارة والمستشفيات الجامعية والمراكز المتخصصة في أمراض الدم على مستوى الجمهورية. وفي ذات السياق نظمت وزارة الصحة مؤتمرا علميا بالتعاون مع الجمعية المصرية لأنيميا البحر المتوسط في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية بمصر، واحتفالا باليوم العالمي لمرضى الثلاسيميا والذي يوافق 8 مايو من كل عام.